الشباب اللي توفوا لنا اللي هما ولادنا اللي هادو انا جيت مع واحد الوليد واحد الوليد جا من بوشريط لتحت يعني واحد 14 كيلومتر باش كيجي الجمهور على رجليه ما كاينش المسؤولين نهائيا جاو ناس ديال البلاد اللي عارفين البلاد كيف دايرين هما جاو ولاد البلاد الكويريه القدام بحال هيدزور بحال صعصع بحال مجموعه الاخوان وجاو بعض الناس اللي كانوا في المكتب بحال عبد الله التومي بحال واحد مجموعه الاخوان بحال برزوق بحال كاين شي اخوان اللي جاو والناس اللي خاصهم يكونوا في المكتب ما جاوش هذا زعما موفي زافير واللي اخطر من هذا هو الناس ضربت 14 كيلومتر باش توصل لهاد الروضه هذه جاو ما قدروش يوفروا لهم ولا الترونسبور ديالهم من العيب والعار على الاقل تجيبوا لهم الترونسبور ديالهم الناس باش يجيو دابا ملي سالاو دفنوا غيدفنوا الجنازه غنمشيو الناس على رجليهم 14 كيلومتر من العيب والعار واول مره في التاريخ ياسين الجنازه ديالو كيجيبوها من جديده من تحت لهنا اول جنازه كدار 14 كيلومتر اول جنازه كتجي من جديده لهذا الغفلان الله يرحمه والله يوسع عليه ان شاء الله وان شاء الله كل خطوه معدنا اللي درنا وهذا العرق اللي درنا ان شاء الله يكون عليه رحمه عند الله سبحانه وتعالى وما غنسمحوش لهذا المكتب ديال الدفاع الحسني الجديدي لانه ضيع الدراري ضيع الشباب الدفاع الحسني الجديدي كنتمنى من هذا المكتب هذا كل شيء يحاول اللي عنده شي خدمه يمشي ليها يمشيو يقابلوا شغالهم راه بزاف عليهم المسؤوليه راه هنا في كتبان المسؤوليه ماشي باش تربح الماتش المسؤوليه كتبان بحكا من هنا لان ثق بيا الجمهور ما بقاش يمشي وانا كنقول هذا المنبر من ولدي لهي شي اللي باقي شي واحد من الجمهور كيمشي يدفع الدين تبع الدفاع ما عندوش النفس على المدينه ماشي على الكره كما كتشوف للاعبين المسؤولين لهنايا حتى واحد ما جا ما جاو تعزاو حتى الاخوان هادو واللي كنتمنى اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل للاخوان الاخرين ما يزيدوش تفاجئوا في المدينه الجديده هذه واللي كنبغي نقول واللي كنبغي نوصل للسي الرئيس مقشاريط الله يجازيك بخير شوف من حاله الناس هادو شوف من حاله الضحايا هادو وفرح المدينه الجديده راه الاخوان لهنايا راه حتى واحد ما بقى غيمشي غير التيران هذا راه واحد بقى يمشي التيران كون الخو جميع المسلمين خويا اناس بعد اناس طه اشرف الله يرحمكم الخوش خوش الفرع ما كنتش عطينا والو ما بقاش تبعوهم والو ما كنتش عطينا والو خوش الله يرحم بعد الدراري بعد الله يرحمهم اول حاجه الفرقه ما بقيناش باغيين نتفرجوا فيها حنشوف والديهم شوف دابا اش طاري لهم وهذيك الفرقه ما بقيناش باغيين نتفرجوا فيها ما هذيك الفرقه خاصنا نساو ما بقيناش كنعرفوا شي فرقه جديده حنا باغيين نساو خسرنا احسن حاجه عندنا خوتنا مشاو سلام هذيك الفرقه ما بقيناش باغيين نتفرجوا فيها كره باغيين نساو حنا ما بقيناش باغيين نتفرجوا فيها السلام عليكم